كان معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال لدى مغادرته البلاد اليوم، يرافقه نجله صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن. بعد زيارة البلاد التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما كان في الوداع الشريف جميل بن ناصر والسيد سامي غوشا القائم بأعمال المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق.